نذهب إلى الموضوع الثاني مشاهدينا الأعزاء، يرتبط بقطاع التربية. وزارة التربية الوطنية أمرت المدراء الولائيين بإحصاء جميع السكنات الوظيفية للمؤسسات التعليمية دون استثناء، سواء كانت مشغولة أو شاغرة قبل 23 مارس المقبل. يعني الوزارة أمرت الجهات المسؤولة المدراء الولائيين بإحصاء جميع السكنات الوظيفية للمؤسسات التعليمية، سواء هذه السكنات مشغولة يعني يسكنها أفراد أو شاغرة أو فارغة، وهذا قبل 23 مارس المقبل، فيما سيقوم مفتشون من المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتدقيق في الوضعية المحجوزة على الأرضية الرقمية للوصاية والتي دخلت حيز التنفيذ شهر فيفري المنصرم عذرا. حسب مصالح بالعبد الإرسالية اليوم تم نشرها في شروق أونلاين في جريدة المساء، عندنا حتى المقال المشهور في جريدة المساء يتحدث على أنه هذه العملية تهدف إلى الضبط والتحكم الجيد في تسيير حظيرة هذه السكنات على مستوى جميع مؤسسات التربية والتعليم العمومية وتحديد كيفية منحها لمستحقيها والاستفادة منها في إطار ضرورة الخدمة أو لمنفعة الخدمة عبر النظام المعلوماتي قطاع التربية. مشكل كبير عويص، صداع للرأس اسمه السكنات الوظيفية في قطاع التربية. هل تعتبر هذه أولى الخطوات نحو حل هذه الأزمة هذه المشكلة؟ سوف نطرح السؤال على ضيفي عبر الهاتف الأستاذ مسعود محمد بالعمري الأمين الوطني للنقابة الجزائرية عمال التربية. أستاذ بالعمري مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور أستاذ القادة. هل يمكن القول أن هذه أولى خطوات حل مشكلة السكنات الوظيفية مع هذه الإرسالية من وزارة التربية بإحصاء هذه السكنات من وجهة نظرك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا في النقابة الجزائرية لعمال التربية نثمن هذا الخطوة الجريئة التي من شأنها أن تسهم في تصفيه حظيرة السكنات الوظيفية الموجودة في قطاع التربية، حيث هناك إشكالية كبيرة. فهذه السكنات هي في الأصل لا تسمى سكنات وظيفية بل تسمى سكنات إلزامية نظرا لضرورة تواجد الموظف في المرفق العمومي للمساهمة في سيرورة هذا المرفق حتى خارج أوقات العمل. فهذه السكنات الإلزامية هي مخصصة للمدير والمسير المالي والناظر ومستشار التربية والحاجب اللي كانت الآن هي أصبحت رتبة إلى الزوال. لكن للأسف الشديد هناك أناس غرباء خارج قطاع التربية شغلوا هذه السكنات، وإلى حد اللحظة لم تتم يعني تسوية هذه المشكلة. فمثلا نأخذ على سبيل المثال للحصر جزائر وسط لك أن تتخيل مديري مؤسسة تربوية ما عندهمش ما استفدوش من السكن هذا، السكن الإلزامي وليس الوظيفي. إذن فالتعليمة هذه المنشور هذا الصادر مؤخرا من طرف مصالح وزارة المالية مديرية المالية والوسائل، نتمناه أنه تكون تنفيذ ما ورد في 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 هذا المنشور بدقة حتى تتم تسوية الإشكالية على المستوى الوطني. هل يعني المشكلة هي في احتلال سيد بالعمري؟ هل المشكلة هي في احتلال يخرج السكنات من السكن سيد بالعمري؟ ما عدا هناك إشكالية اللي تخص متقاعدي قطاع التربية اللي عندهم سلبية، فهذه إشكالية نظرا للراتب وتدني القدرة الشرائية راتب زهيد بالنسبة لزملائنا اللي راهم خرجوا تقاعد وما خرجوش من السكن الوظيفي، هذه ثاني أصبحت إشكالية عويصة. طيب هل المشكلة في لأنه عملية الإحصاء تنطلق من رصد من يشغل هذه السكنات وطبيعة هويته، هل ترون بأن المشكلة في الغرباء أم في المتقاعدين الذين يعني تجاوزوا مرحلة الخدمة وبقوا في هذه السكنات؟ يعني المشكلة أين تذهب في واقع الأمر؟
المشكلة رقم واحد بدأت من أناس ليست لديهم صلة أو علاقة بقطاع التربية وشغلوا هذه السكنات. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية، هناك أشخاص ليس لهم الحق، ليسوا مذكورين في المنشور، أصحاب النفوذ اللي ربما هم زملائنا في قطاع التربية، لكن بطريقة أو بكيفية أو بأخرى تمكنوا من الحصول على السكنات عن طريق الوساطة وعن طريق المحسوبية، عن طريق العلاقات الشخصية الموجودة مع مديرية التربية. علاه أنا نقول لك نثمن هذه الخطوة الجريئة. مستقبلا مدير يعني مقررة سكنات الإلزامية تخرج من الرقمنة، وبالتالي مدير التربية أصبح يمضي، ليس من حقه أن يمنح سكن لأي كان، سواء سكنات الإلزامية يعني لمستحقها أو غير، مثلا على سبيل المثال المفتش ليس له الحق في سكن إلزامي، لكن بإمكانه إن وجد السكن صاغر يتقدم بطلب إلى السيد مدير التربية، والذي بدوره يحول الطلب إلى مصالح وزارة التربية الوطنية، مديرية المالية والوسائل، هي من تقرر أن تمنح سكن، يعني تمنح الموافقة، وبعدها يستفيد مثلا هذا الإطار اللي راه إطار من إطارات التربية. أما بالنسبة لي من ولدوا في المنشور اللي هما المديرين والمقتصدين ومستشاري التربية والنظار، هذو عن طريق الرقمنة ويستفيدون من السكن في المؤسسة التي يشغلونها فقط. طيب سيد بالعمري، الهيئة الوزارة حددت تاريخ 23 مارس كآخر أجل للانتهاء من عملية الضبط، ضبط وضعية السكنات، وبعدها سيتم غلق العملية آليا على النظام المعلوماتي. هل تعد هذه المهلة كافية؟ مهلة كافية، لأنه يعني لازم تكون جدية من طرف رؤساء المؤسسات، لأنه المعلومات هذه شكون يمليها؟ يمليها المحاسب العمومي والآمر بالصرف. ما نهضروا باللغة التقنية، المحاسب العمومي اللي هو التسمية نتاعو مقتصد، والأمر بالصرف اللي هو مدير المؤسسة، يعمروا فقط المعلومات. وإذا كان سكن غير صالح لل يعني راهو ديغرادي بالتعبير، يعني مهتري، يعمروا في الخانة أن السكن رقم كذا وكذا مهتري، وبعدها راح تكون إصلاح في سكنات هذه، حتى تمكن الوزارة. لما نروحوا الرقمنة راهي حاجة إيجابية في كل قطاعات، ليس في قطاع التربية فقط. الرقمنة راهي تصفي الوضعيات، تكون المعلومة دقيقة، سواء في الإدارة المركزية أو إلا مركزية، يعني في الولايات. هنا الوضعية تكون مضبوطة، ما تكونش كما قال واحد مغالطات. قبل الرقمنة كان مغالطات، السكنة هذيك يقول لك السكنة راهي مشغولة، وهي في حقيقة الأمر ماهيش مشغولة. هنا قادر المدير ولا مدير التربية يمد معلومات غالطة للوزارة، لكن لما الآن الأمور راحت الرقمنة فبإمكاننا الضبط حاضرة السكنات الإلزامية لا كل وظيفية عبر كل ولاية الوطن، والمهلة كافية إلى غاية التاريخ هذا بإمكاننا. طيب هل نتوقع سيد المعلومات اللي راهي جنبك، ماوش تروح يعني تتنقل لكل مدير يمد المعلومات على مستوى المؤسسة انت. هل نتوقع مرونة في عملية سيد بالعمري، هل نتوقع مرونة في تطبيق التعليمات؟ نعرف بأن كثير من العائلات والأسر، وأنت أشرت إلى حالة المتقاعدين في القطاع، لا تملك سكنا، يعني وهنالك حتى من أجبر على المغادرة وتوفي يعني بسبب حسرته، لأنه قضى عمره كاملا في قطاع التربية، ثم أتى من يطرده من السكن الوظيفي. هل نتوقع يعني بناء على هذه العملية الإحصاء والتدقيق أن يكون هنالك دراسة الحالات؟ أنتم كنقابة هل تطالبون بهذا على سبيل المثال؟ دارك أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية. أنا شخصيا أتعاطف مع متقاعدي التربية، لكن شريطة هناك من يملك سكن عليه بالخروج من السكنات الإلزامية، لأن السكن هذا لما يشغلوا زميل المدير اللي جاي ومستشار التربية اللي جاي وين يروح؟ هي سكنات موجودة داخل الحرم المدرسي، فيشغل هذه السكنة لما يكون قيد الخدمة. أما بعد انتهاء الخدمة كان من فروض خاصة من يملك سكن آخر. إذن فهنا سهل العملية،
يطلبون الشهادة السلبية من ثبوت عدم استفادته وعدم وجود، قال ما عندوش وين يروح. هذا راه عيب وعار أننا نسخروا القوى العمومية باش نخرجوا جميل من الزملاء. هنا لازم الدولة تتكفل به، لأن الراتب نتاعو ما يكفيش باش يلقاو له صيغة، مثلا لا ديال يلقاو له صيغة من صيغ السكنات يقدر يروح لهذا الموظف هذا. على هذا الأساس أنا ضد تسخير القوى العمومية لمن كان بالأمس معطاء لمن قدم الكثير للمنظومة التربوية والقطاع التربية، ما نسخروش القوى العمومية. أما من ثبت استفادته من صيغة من صيغ السكن أو يملك سكنا فهذا يعني لازم يروح، لازم يخرج من السكن الإلزامي ويتركوا، يعني لازم تكون مرونة هنا، أو ليس مرونة فقط، تحديد مقياس واضح، مقياس واضح. يا المتقاعدين اللي عنده السلبية يجيبها لنا، اللي ما عنده السلبية يعني من قال الخطاب يعني راقي من فضله أنه نعطيه له مهلة مثلا شهر ولا شهرين فرغنا السكن رحمة على والديك. وطبعا في ليس في مواسم كرمضان أو الشتاء وغيره يكون هنالك مرونة أكبر. يعطيك الصحة سيد محمد بالعمري الأمين الوطني للنقابة الجزائرية لعمال التربية على هذه المداخلة، شكرا جزيلا. شكرا أستاذ القادة، شكرا. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود في كلام مباشر، ابقوا معنا.